مصر تواصل اتصالاتها المكثفة لاستئناف مفاوضات الهدنة في غزة، وحماس تعلن تقديم ردها خلال الأيام القادمة. رئيس الوزراء الفلسطيني يحذر من عواقب العدوان على غزة على أمن وسلام المنطقة، ويرحب بالجهود الدولية الداعمة للقضية الفلسطينية. استشهاد عشرات الفلسطينيين في مجزرة جديدة لقوات الاحتلال بمدرسة للأونروا بمخيم النصيرات، وبوريل يدعو لتحقيق مستقل في الهجوم. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. بموقف ثابت ووجهة نظر راسخة، تمضي مصر دائما وأبدا في جهودها على كافة الأصعدة وبدعم غير محدود لوقف إطلاق النار في غزة. من هذا المنطلق وبتنسيق مع الأطراف المعنية كافة، تواصل مصر اتصالاتها المكثفة من أجل التوصل لاتفاق هدنة بصيغة توافقية تحقن دماء الفلسطينيين. إن التاريخ سيتوقف طويلا أمام تلك الحرب، يسجل مأساة كبرى عنوانها الإمعان في القتل والانتقام وحصار شعب كامل وتجويعه وترويعه. وأؤكد مجددا أن مصر ستظل على موقفها الثابت فعلا وقولا برفض تصفية القضية الفلسطينية. واهم من يتصور أن الحلول الأمنية والعسكرية قادرة على تأمين المصالح أو تحقيق الأمن. أكد مصدر رفيع المستوى أن مصر أجرت العديد من اللقاءات والاتصالات المكثفة خلال الساعات الأخيرة لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار بقطاع غزة بين حماس وإسرائيل. وأضاف المصدر أن مصر تلقت إشارات إيجابية من حركة حماس تشير إلى تطلعات لوقف إطلاق النار في القطاع، مشيرا إلى أن قيادات حماس أبلغت مصر أنها تدرس بجدية وإيجابية مقترح الهدنة. يأتي ذلك فيما أشار المصدر إلى أن مصر قامت بتحركات مكثفة خلال 24 ساعة الماضية، واستقبلت وفود حركة فتح والجهاد والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين للوصول إلى اتفاق لمقترح بوقف إطلاق النار. يأتي ذلك في إطار التحركات المصرية لاستعادة مسار المصالحة الفلسطينية وتحقيق الاستقرار بقطاع غزة، فضلا عن مناقشة كافة التفاصيل المتعلقة بالأوضاع الحالية. وأوضح المصدر أن حركة حماس ستقدم ردها بشأن مقترح الهدنة خلال الأيام القادمة. استقبل وزير الخارجية سامح شكري منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وخلال اللقاء بحث الجانبان الوضع الراهن المقترح والخاص بوقف إطلاق النار في غزة، وكذلك تبادل الأسرى والمحتجزين وجهود الوساطة التي تطلع بها مصر وقطر والولايات المتحدة في هذا الشأن، حيث أكد الجانبان على أهمية قيام إسرائيل وحركة حماس بإتمام الاتفاق في أسرع وقت واتخاذ خطوات جادة وحقيقية تضمن التوصل لوقف إطلاق النار في كامل القطاع. من جانبه أكد وزير الخارجية على مواصلة مصر لتكثيف جهودها لوقف الحرب الإسرائيلية ضد غزة، مشددا على الحاجة الملحة لإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع. أوضح البيت الأبيض عن صدور بيان مشترك من قادة الولايات المتحدة والأرجنتين والنمسا والبرازيل وبلغاريا وكندا ودول أخرى بشأن غزة. وأوضح البيت الأبيض أن الدول المشاركة في البيان تدعم بالكامل مقترح التحرك نحو وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين المطروح حاليا، والذي كشف عنه الرئيس الأمريكي جو بايدن في 31 من مايو. ودعا البيان المشترك قادة كل من إسرائيل وحماس لتقديم تنازلات من أجل تنفيذ هذا الاتفاق.
أكد وزير خارجية العراق فؤاد حسين دعم ومساندة بلاده لمبادرة الرئيس الأمريكي جو بايدن لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، معتبرا أن المبادرة مهمة وإيجابية. وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفلسطيني في بغداد، أعرب حسين عن قلقه من استمرار العدوان على قطاع غزة، مؤكدا دعم ومساندة بغداد لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. نحن نساند وندعم مبادرة الرئيس بايدن لوقف إطلاق النار، وهذه مبادرة مهمة وإيجابية ويجب البناء على هذه المبادرة. إذن نحتاج أولا إلى وقف إطلاق النار في غزة، ونحتاج إلى زيادة كم الدعم الإغاثي إلى المواطنين في غزة والفلسطينيين بصورة عامة. من جانبه، أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني محمد مصطفى أن ما يجري من عدوان على غزة يهدد السلام في المنطقة. ورحب مصطفى بكل الجهود الداعمة للقضية الفلسطينية وتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني، مشيدا بدور العراق في دعم القضية الفلسطينية. إذا أراد العالم وإذا أرادت إسرائيل هدوء واستقرار في هذه المنطقة، فالحل واضح وصريح، وقد أصبح الآن أكثر وضوحا وصراحة بعد الحرب الأخيرة في غزة. الحرب لن تأتي بغير الدمار والخراب والضحايا. السلام له طريق آخر. طريق السلام هو طريق الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني اعترافا كاملا من خلال قيام الدولة المستقلة ذات السيادة على حدوده المعترف بها دوليا. أعلنت إسبانيا عزمها الانضمام لجنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية. وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل الباريس إن بلاده ستنضم إلى دعوى الإبادة الجماعية المرفوعة من قبل جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد أفعال إسرائيل في قطاع غزة، وبذلك ستكون إسبانيا ثاني دولة أوروبية تنضم إلى القضية التي سبق أن انضمت إليها أيرلندا، فضلا عن تشيلي والمكسيك. إن مصر أدانت منذ البداية استهداف وقتل الأبرياء وترويع جميع المدنيين من الجانبين وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ونؤكد اليوم من جديد هذه الإدانة الواضحة مع التجديد في الوقت ذاته على أن سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة من قتل وحصار وتهجير قسري غير مقبول. اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قصف مدرسة للأونروا في غزة مثالا مرعبا جديدا لمعاناة المدنيين. في هذه الأثناء، دعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل إلى إجراء تحقيق في الضربة الإسرائيلية على مدرسة تابعة للأونروا في غزة. أكد بوريل على أن التقارير الواردة من غزة تظهر مجددا أن العنف والمعاناة لا يزالان الواقع الوحيد لمئات الآلاف من المدنيين الأبرياء، مشددا على ضرورة إجراء تحقيق بشكل مستقل في هذه الأخبار المروعة من القطاع. وكان عشرات الفلسطينيين قد استشهدوا في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مدرسة تابعة للأونروا بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وقالت السلطات الصحية في غزة إنها تتوقع ارتفاع عدد شهداء مجزرة الاحتلال الجديدة من النصيرات بسبب العدد الكبير من الإصابات الخطيرة والحرجة. المجازر لم تتوقف يوما تلو الآخر، ففي الشمال والوسط والجنوب لم يسلم مكان في قطاع غزة من جرائم الاحتلال الإسرائيلي. هنا في مخيم النصيرات وسط القطاع، وتحديدا في مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا التي تؤوي نازحين، ارتكب الاحتلال مجزرة مروعة حيث استهدف 3 فصول داخل المدرسة، مما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات. وفي تبرير للاحتلال قال إن تنفيذ تلك الضربة المميتة على المدرسة لأنها تؤوي مجمعا لحركة حماس على حد زعمه. وقبيل تلك الضربة استقبل المستشفى ما لا يقل
يقل عن 70 شهيدا وأكثر من 300 جريح، معظمهم من النساء والأطفال، وذلك في أعقاب الغارات الإسرائيلية وسط غزة. تلك المجازر لم تكن الأولى للاحتلال، بل إنها فصل جديد، فالمجازر عمت البشر والحجر، وضرب الطيران الحربي والمدفعية والزوارق الحربية المنازل والبنايات والمدارس، إضافة إلى المستشفيات والمساجد والكنائس والشوارع، وحتى مقرات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، فضلاً عن تسوية أحياء كاملة بالأرض وخروج سكانها من تحت الأنقاض محمولين على الأكتاف أو تركوا تحت الأنقاض لنقص طواقم الإنقاذ والإجلاء. وكأن كل ذلك لم يكن كافياً، فحرم المصابون من العلاج والمرضى من الدواء والجوع من الغذاء والأطفال من أماكن الفرح، ويعيش سكان القطاع المحاصر على وقع نقص شديد في مواد التغذية والإعاشة مع غياب الملاجئ وانقطاع الكهرباء ونقص المياه الصالحة للشرب وفقدان المأوى. قال المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى في قطاع غزة خليل الدقران إن 141 شهيدا و380 مصابا وصلوا إلى المستشفى خلال يوم واحد. وأوضح الدقران أن المستشفى لا يمكنه استيعاب هذا العدد الكبير من المصابين، لافتا إلى أن المستشفى يعاني من نقص شديد في المستلزمات الطبية والكوادر. وفي اليوم 44 بعد 200 للعدوان الإسرائيلي على غزة، أعلنت السلطات الصحية الفلسطينية ارتفاع حصيلة العدوان إلى 36,654 شهيدا و 83,309 مصابين منذ 7 أكتوبر الماضي. وإلى الضفة الغربية، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 15 آخرين برصاص قوات الاحتلال في مدينة جنين بالضفة الغربية. كانت قوة خاصة من جيش الاحتلال قد تسللت إلى مخيم جنين قبل أن تقتحم آليات الاحتلال العسكرية المدينة، ترافقها جرافات من شارعي حيفا وناصرة، وذلك وسط تحليق من طائرات الأباتشي التي أطلقت الرصاص باتجاه المخيم، كما حصرت قوات الاحتلال منزلا لأحد الأسرى المحررين وقصفت. طب وين طالع؟ أكدت منظمة الأمم المتحدة لطفولة يونيسيف أن 9 من كل 10 أطفال في غزة لا يستطيعون تناول العناصر الغذائية من مجموعات غذائية كافية لضمان نموهم وتطورهم بشكل صحي. وأضافت اليونيسيف أن العمليات الإسرائيلية والقيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة أدت إلى انهيار النظامين الغذائي والصحي، مما ينذر بواقع لعواقب كارثية على الأطفال وأسرهم. كما أكدت المنظمة أن أطفال غزة يعانون من فقر غذائي حاد، مما يمثل خطرا يهدد حياتهم. بين الجوع واليتم يعيش أطفال قطاع غزة ظروفا مأساوية مع دخول العدوان الإسرائيلي على القطاع يومه 44 بعد 200 منذ هجمات 7 أكتوبر الماضي. فمن لم تقتله آلة الحرب يقتله الجوع وسوء الخدمات الصحية والغذائية الموجودة بالقطاع. منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف قالت إن 9 من كل 10 أطفال في غزة لا يستطيعون تناول العناصر الغذائية من مجموعات غذائية كافية لضمان نموهم وتطورهم بشكل صحي بسبب العمليات الإسرائيلية المستمرة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي والعقبات التي تفرضها على دخول المساعدات الإنسانية للقطاع، مما أدى إلى انهيار النظامين الغذائي والصحي، مما ينذر بعواقب كارثية على الأطفال وأسرهم. المنظمة الأممية أكدت أن الأطفال في قطاع غزة الذين يتعرضون لقصف إسرائيلي منذ أكتوبر الماضي
يعانون من فقر غذائي حاد، مما يعني أنهم يتناولون مجموعتين غذائيتين أو أقل في اليوم للبقاء على قيد الحياة. اليونيسيف أكدت أن التأثير المروع للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وعدم قدرة الأسر على تلبية احتياجات الأطفال الغذائية تهدد حياة الأطفال في الإصابة بأمراض سوء التغذية. يأتي ذلك في الوقت الذي تحاول فيه حكومة الاحتلال إنكار فرض أي قيود على الإمدادات الإنسانية للمدنيين في غزة، وألقت باللوم على الأمم المتحدة في بطء توصيل المساعدات، مؤكدة أن عملياتها العسكرية غير فعالة على حد وصفها. ظهور شبح المجاعة في مناطق بقطاع غزة ووفاة بعض الأطفال بسبب سوء التغذية والجفاف أدى إلى تراجع أقوى حلفاء إسرائيل عن دعم حكومة الاحتلال في حربها على غزة، وتحول للضغط عليهم للسماح بدخول المزيد من المساعدات الغذائية والإنسانية. هذا وقد تسبب العدوان الإسرائيلي على غزة في وجود 17,000 طفل فلسطيني منفصلين عن أسرهم، فيما يحتاج أكثر من 1,000,000 طفل إلى خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي بسبب الضربات الوحشية لجيش الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين، وفقا لتقارير صادرة عن وزارة الدولة لشؤون الإغاثة في الأراضي المحتلة. أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن قوات الاحتلال تقوم بعمليات دقيقة في رفح بما يحافظ على علاقة بلاده مع مصر. في تلك الأثناء تواصل الجهود المصرية وتتواصل لدعم الأشقاء الفلسطينيين بتجهيز وإرسال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة واستمرار عمل معبر رفح من الجانب المصري. وشهد لليوم دخول عدد من شاحنات المساعدات الإنسانية والوقود المتجهة لمنفذ كرم أبو سالم، وتأتي الجهود المصرية على الرغم من الإجراءات الإسرائيلية التي تضع بعض المعوقات التي تحول دون إدخال أكبر عدد من المساعدات الإنسانية. زار وفد من الاتحاد الأوروبي محافظة شمال سيناء وتفقد معبر رفح البري والشاحنات بالمنطقة اللوجستية، كما قام الوفد بزيارة لمخازن الهلال الأحمر بمدينة العريش ومستشفى العريش العام. كان في استقبال الوفد الأوروبي محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة، الذي استعرض الجهود المصرية المبذولة في استقبال الجرحى الفلسطينيين وعلاجهم في المستشفيات المصرية، بجانب استقبال المساعدات الإنسانية والغذائية والإغاثية وإرسالها إلى قطاع غزة، مشيرا إلى أن ثلث المساعدات التي يتم إدخالها إلى قطاع غزة مقدمة من مصر. وبدوره ثمن مدير منطقة الشرق الأوسط وجنوب غرب ووسط أسيا الجهود المصرية والتسهيلات التي تم تقديمها للاستجابة اللازمة منذ بداية 7 أكتوبر الماضي، وأشار إلى وجود عدد كبير من شاحنات المساعدات في الجانب المصري، وأن على الجانب الآخر تقديم تسهيلات أكبر لإدخال هذه الشاحنات إلى قطاع غزة. نشرة التاسعة تتواصل معكم على شاشة التلفزيون المصري وتتابعون فيها. غانتس يطالب سكان شمال إسرائيل بالاستعداد للتصعيد المحتمل وأيام وصفها بالصعبة على جبهة لبنان. دعا الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بني غانتس رؤساء بلدات شمال إسرائيل إلى مواجهة الأوضاع المتوترة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، كما طالب سكان شمال إسرائيل بالاستعداد لقتال ولأيام أكثر صعوبة يمكن أن تصل بإسرائيل إلى الحرب. تصريحات غانتس جاءت بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي على الحدود الإسرائيلية الشمالية مع لبنان. تبادلت قوات الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله اللبناني القصف العنيف على طول الحدود، وأوضحت مصادر لبنانية أن حزب الله استهدف منصة تابعة لمنظومة القبة الحديدية الإسرائيلية في سكنة راموت نافيتالي بصاروخ موجه.
قصف دام بين حزب الله اللبناني وإسرائيل على طول الحدود في تصعيد جديد للحرب المستمرة منذ أكتوبر الماضي. حزب الله اللبناني أعلن استهدافه لموقع الرمسة في تلال كفر الشبه المحتلة بالأسلحة الصاروخية ونجح في تحقيق إصابة مباشرة. وقبل ذلك قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن 11 شخصا أصيبوا جراء انفجار مسيرة في منطقة حرفيش في القطاع الغربي من الجليل الأعلى، وأضافت أن عددا من المصابين جراحهم خطرة. وفي الوقت الذي شنت فيه المقاتلات الإسرائيلية غارة على بلدة الخيام وقصفت أيضا محيط بلدات عدة جنوبي لبنان، رد حزب الله اللبناني بمسيرة استهدفت جنودا إسرائيليين في موقع البغدادي، كما هاجم تجمعات للجنود في حرش برعام وموقعي بركة ريشة والمالكية. في المقابل قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل مستعدة للقيام بعملية عسكرية قوية في الشمال. وجاءت تصريحاته خلال جولة في كريات شمونة والمناطق الحدودية مع لبنان رفقة عدد من كبار قادة الجيش في القيادة الشمالية. وفيما حذرت اليونيفيل من أن الوضع بات مثيرا للقلق، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن مسؤولين رفيع المستوى في القيادة السياسية عقدوا اجتماعا مغلقا لمناقشة التصعيد في الشمال. أعلنت قوات الحوثي أنها شنت عمليتين مشتركتين مع تحالف لفصائل عراقية على ميناء حيفا في إسرائيل. وأوضح المتحدث العسكري باسم قوات الحوثي أن العملية الأولى استهدفت سفينتين كانتا تحملان معدات عسكرية في ميناء حيفا، بينما استهدفت الثانية سفينة انتهكت قرار حظر الدخول إلى ميناء حيفا في الأراضي المحتلة، مشيرا إلى أن العمليتين تم تنفيذهما بعدد من المسيرات وأكدت وقوع إصابات دقيقة. في المقابل نفى المتحدث العسكري الإسرائيلي وقوع أي هجمات لقوات الحوثي على ميناء حيفا. انطلقت اليوم انتخابات البرلمان الأوروبي في هولندا وتستمر حتى الأحد القادم الموافق 9 يونيو الجاري في الدور 27 للاتحاد الأوروبي. ويختار الناخبون 720 عضوا بالبرلمان الأوروبي بين الآلاف من المرشحين من أحزاب اليمين والوسط واليسار وسط مخاوف من صعود اليمين المتطرف. وتقام هذه الانتخابات الأوروبية كل 5 سنوات، ويختلف موعدها بين دول الاتحاد، حيث بدأت اليوم في هولندا وتبدأ الجمعة في أيرلندا والسبت في كل من لاتفيا ومالطا وسلوفيكيا. وفي حين يصوت الناخبون في على بقية دول الاتحاد الأوروبي ومن بينها فرنسا يوم الأحد المقبل. تستمر انتخابات البرلمان الأوروبي 4 أيام وتعد واحدة من 3 هيئات تمثل السلطة التشريعية في دول الاتحاد الأوروبي. يختار الناخبون في الانتخابات الأوروبية والتي تجرى لكل 5 سنوات 720 عضوا بالبرلمان من بين الآلاف من المرشحين. المزيد حول انتخابات البرلمان الأوروبي مع زميل مصطفى ميزار. أهلا بحضرتكم. انتخابات البرلمان الأوروبي تجرى كل 5 سنوات بالاقتراع العام للبالغين في 27 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، وتعتبر ثاني أكبر انتخابات في العالم. يشارك في هذه الانتخابات نحو 370 مليون ناخب من مختلف دول الاتحاد الأوروبي، ويكون الحد الأدنى لسن التصويت في انتخابات البرلمان الأوروبي مختلف وإن كان في معظمها هو 18 عام. لأول مرة في ألمانيا سيتم السماح للقُصّر أيضا بالتصويت، بعدما تم خفض سن التصويت في البلاد للانتخابات الأوروبية من 18 إلى 16 عام. سوف يتم انتخاب 720 عضوا بالبرلمان الأوروبي بين الآلاف من المرشحين. هذا العدد هو الأقل من الانتخابات السابقة، وذلك بسبب تراجع عدد الأعضاء بعد مغادرة المملكة المتحدة للتكتل الأوروبي خلال عام 2020. يوجد مقران للبرلمان الأوروبي، أحدهما في بروكسل في بلجيكا والآخر في ستراسبورغ في فرنسا، حيث تعقد معظم الجلسات العامة والتي تشهد تصويت النواب على التشريعات، في حين تعقد الجلسات البرلمانية اليومية الأخرى في بروكسل. هذه الانتخابات
تحدد أعضاء البرلمان الأوروبي فقط دون الهيئات التشريعية الأوروبية الأخرى، وتتوقع استطلاعات الرأي أن تحقق الأحزاب اليمينية المتطرفة أن تحقق مكاسب في الانتخابات الأوروبية والتي تجرى في 27 دولة، لكن من المتوقع أيضا أن تحتفظ الأحزاب التقليدية في ألمانيا وفي أوروبا بالصدارة، وفي حين تظهر استطلاعات الرأي أن أحزاب اليمين المتطرف ستحسن من موقعها، ولا يزال من المتوقع أن تبقى القوى التقليدية في البرلمان الأوروبي وهي حزب الشعب الأوروبي، اليمين الوسط والاشتراكيون والديمقراطيون ذوي الميول اليسارية ومجموعة تجديد أوروبا الوسطية الليبرالية في الطليعة. رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين المرشحة لولاية ثانية في منصبها والمنتمية إلى حزب الشعب الأوروبي اليميني وهو الكتلة الرئيسية في البرلمان، استبعدت التعاون مع مجموعة الهوية والديمقراطية والمتهمة بأنها حليفة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، غير أنها تركت المجال مفتوحا أمام إقامة تحالفات مع مجموعة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين بقيادة رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني، والتي تضم أحزابا يمينية متطرفة مثل حزب فوكس الأسباني وحزب الاسترداد الذي يتزعمه الفرنسي إيريك زامور. رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني اعتبرت أن الانتخابات الأوروبية يمكن أن تشكل نقطة تحول بفوز أحزاب اليمين المتطرف، ورئيسة الوزراء الإيطالية هي زعيمة لكتلة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين، إحدى المجموعتين اليمينيتين المتطرفتين في البرلمان الأوروبي. أما المجموعة الأخرى فهي كتلة الهوية والديمقراطية، والتي تضم حزب التجمع الوطني الفرنسي بزعامة ماريد لوبان وحزب الرابطة الإيطالي الذي يتزعمه ماتيو سالفيني حليف ميلوني. هكذا يتضح أن انتخابات البرلمان الأوروبي هذا العام تختلف عن سابقتها في العديد من الجوانب، والتي لربما تغير من توجهات وقرارات البرلمان في بعض القضايا التي تهم أوروبا والأوروبيين. نشرة التاسعة تتواصل معكم على شاشة التلفزيون المصري. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه قد ينشر صواريخ تقليدية على مسافة قريبة من الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين إذا سمحوا لأوكرانيا بتوجيه ضربات في عمق روسيا بأسلحة غربية بعيدة المدى. وأضاف بوتين أن الغرب مخطئ إذا افترض أن روسيا لن تقدم أبدا على استخدام الأسلحة النووية، وصرح أنه لا ينبغي الاستخفاف بالعقيدة النووية للكرملين. وأشار بوتين إلى أن الفروق بين الصواريخ المختلفة، لكنه حذر من أن السماح لكييف بضرب روسيا بأسلحة أكثر قوة هو تصعيد خطير يجر الغرب نحو حرب مع روسيا. اعتبر سكرتير مجلس الأمن الروسي ديمتري مدفيديف أنه من دون روسيا أي صيغ للتفاوض بشأن أوكرانيا غير مجدية، وأوضح مدفيديف أن محاولة الغرب بإلحاق هزيمة استراتيجية بموسكو غير ضخ المال أو عبر ضخ المال والسلاح لنظام كييف بات وباء بالفشل، مشيرا إلى أن بوتين سمح لأول مرة بإرسال أسلحة لموسكو إلى مناطق وهي في حالة حرب مع الدول التي تزود كييف بالسلاح. أعلن الأمين العام لحلف الناتو يانس ستولتنبرغ أن الحلف ليس لديه خطط لنشرها أو لنشر قوات في أوكرانيا. وخلال لقائه رئيس فنلندا ألكسندر ستوب أوضح ستولتنبرغ أن الحلف يستبعد حربا حاليا ولا يرى أي تهديد ضد الحلف. ومن جهته أشار الرئيس الفنلندي إلى أنه لا نوايا ولا خطط حاليا لنشر قوات في أوكرانيا. Why we are now
قال المستشار الألماني أولاف شولتس إن برلين مع الحلفاء الأوروبيين تؤكد على حق أوكرانيا في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات الروسية. وأوضح شولتس أنه يمكن لأوكرانيا استخدام الأسلحة المقدمة من الدول الغربية وفق الالتزامات الدولية. زار رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق المفتي العام لجمهورية كازاخستان رئيس الإدارة الدينية لمسلمي كازاخستان. وأعرب المستشار عبد الرازق خلال اللقاء عن سعادته بهذه الزيارة التي تأتي على هامش زيارته لكازاخستان في إطار حرص مصر على توطيد علاقات الثنائية مع كازاخستان في كافة المجالات، واستنادا إلى العلاقات التاريخية الوطيدة بينهما. ومن جانبه رحب المفتي العام بزيارة رئيس مجلس الشيوخ معربا عن الشكر والامتنان لما تقدمه مصر ومؤسساتها الدينية وعلى رأسها الأزهر الشريف في نشر الفكر الوسطي المستنير ودعم الجانب الكازاخي. هنأ رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال اتصال هاتفي سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ولي عهد دولة الكويت بمناسبة صدور أمر تعيينه وأداء اليمين الدستورية. وأكد مدبولي حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع الكويت من خلال البناء على الروابط التاريخية المميزة وترجمة المساعي الجادة للقيادة السياسية في كلا البلدين من أجل تحقيق أهداف التنمية بما يخدم صالح الشعبين. من جانبه أعرب سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح عن بالغ التقدير لهذه التهنئة ومؤكدا عمق العلاقات التاريخية بين البلدين وتطلعه للتعاون المشترك بين الجانبين بما يسهم في تحقيق تطلعات الشعبين نحو التنمية والرخاء. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن قطاع الرعاية الصحية يمثل أحد أهم الأولويات بالنسبة للدولة لما لها من أهمية كبيرة. وخلال لقائه وزير الصحة الإيطالي أعرب مدبولي عن تطلعه إلى أن تكون زيارة الوفد الإيطالي فرصة لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الرعاية الصحية وتصنيع وتوطين الدواء والمستلزمات الطبية والتقنيات الصحية المقدمة، موجها الدعوة للوفد الإيطالي للمشاركة في مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك الذي سيعقد نهاية الشهر الجاري. ومن جانبه أكد وزير الصحة الإيطالي على قوة العلاقات الثنائية القائمة على الثقة بين مصر وإيطاليا. شدد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية تعزيز العلاقات مع الدول الإفريقية في مختلف المجالات، وذلك خلال اجتماع اللجنة المعنية بتعزيز العلاقات المصرية الإفريقية تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وبهدف تعزيز التعاون المشترك وتوطيد العلاقات. أكد مدبولي أن تشكيل اللجنة يأتي في إطار تعزيز أوجه التعاون بين الدول الإفريقية وتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بينها وبين مصر، وذلك من خلال استمرار التواصل والتنسيق في إطار اللجنة. كما تم خلال الاجتماع استعراض أهمية التعاون في مجالات متنوعة مثل الزراعة والري والطيران المدني والمالية. التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة بريت ماكجورك منسق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمجلس الأمن القومي الأمريكي والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا. تناول اللقاء التطورات الإقليمية الراهنة في ظل استمرار العمليات العسكرية داخل قطاع غزة وتداعياتها الإنسانية بالغة الصعوبة. التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة السيد بريت ماكجورك منسق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمجلس الأمن القومي الأمريكي والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا. تناول اللقاء مناقشة التطورات الإقليمية الراهنة في ظل استمرار العمليات العسكرية داخل قطاع غزة وتداعياتها الإنسانية بالغة الصعوبة، كذلك الجهود المبذولة في ضوء المبادرات الراهنة لوقف إطلاق النار وفتح المعابر وتكثيف دخول المساعدات الإنسانية لسكان القطاع. حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة والقائم بأعمال السفير الأمريكي والملحق العسكري الأمريكي بالقاهرة.
شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة البيان العملي لأنسب أسلوب تنفيذ إجراءات التأمين التخصصي لأحد تشكيلات الجيش الثالث الميداني، والذي يأتي في إطار خطة التدريب القتالي لوحدات وتشكيلات القوات المسلحة. قام رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالمرور على العناصر المشاركة بالبيان والوقوف على مستوى الكفاءة الفنية والقتالية لكافة العناصر والاطمئنان على جاهزيتهم ومدى تفهمهم للمهام المكلفين بها. تضمنت مراحل البيان إجراءات التأمين والوقاية والتعامل مع المواقف المختلفة التي يمكن التعرض لها أثناء سير العمليات بالاشتراك مع عدد من الإدارات التخصصية بالقوات المسلحة، حيث أظهرت مدى الجاهزية والاستعداد القتالي العالي لكافة العناصر المشاركة وقدراتهم على أداء المهام التخصصية باستخدام أحدث الوسائل والمعدات. استقبل وزير الداخلية محمود توفيق وفدا أمنيا من وزارة الأمن العام بجمهورية الصين الشعبية برئاسة سون ماولي نائب وزير الأمن العام الصيني. اللقاء استعرض أوجه التعاون بين أجهزة الأمن في البلدين وأساليب تعزيز بالإضافة إلى آخر المستجدات في القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك، حيث أشار وزير الداخلية إلى حرصه الدائم على مد جسور التواصل مع الأجهزة الأمنية الصديقة وترحيبه بتعزيز آليات التنسيق الأمني الثنائي وتبادل الخبرات مع الجانب الصيني، انطلاقا من إيمانه الكامل بأهمية تضافر الجهود لمحاصرة وتقويض كافة الظواهر السلبية الناجمة عن الإرهاب والجرائم المنظمة والإلكترونية بكافة أشكالها. ومن جانبه أشاد رئيس الوفد الأمني الصيني بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية المصرية في شتى المجالات من العمل الأمني والتي كان لها بالغ الأثر في تدعيم الاستقرار في مصر ومحيطها الإقليمي، معربا عن تطلعه لتعزيز قنوات الاتصال وتبادل المعلومات وخبرات التدريبية بين الجانبين في مختلف المجالات من العمل الأمني. طلبت وزارة الخارجية كافة المواطنين المصريين الزائرين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية بالالتزام التام بقواعد الحج المطبقة من قبل السلطات السعودية تجنبا للوقوع تحت طائلة المسؤولية القانونية والتعرض للعقوبات المقررة في هذا الشأن. أكدت وزارة الخارجية أنه لوحظ أن أعدادا كبيرة جدا من المواطنين المصريين الذين توجهوا إلى المملكة العربية السعودية بتأشيرات زيارة قاموا بالذهاب لأداء فريضة الحج دون تصريح، وهو ما يخالف القواعد التنظيمية للحج ويعرضهم للعقوبات المقررة والتي تشمل الحبس والغرامة وكذلك الترحيل خارج المملكة العربية السعودية. هذا ووصل عدد الحجاج الذين تلقوا العلاج بعيادات البعثة الطبية بمكة المكرمة والمدينة المنورة لنحو 3700 حاج. هذا وتم احتجاز 21 حالة بالمستشفى فضلا عن خروج 4 حالات منها. مع تزايد إقبال ضيوف الرحمن إلى الأراضي المقدسة لأداء الفريضة، واصلت عيادات البعثة الطبية المصرية عملها على مدار الساعة من خلال كوادر طبية لتقديم خدماتها العلاجية للحجاج المصريين أينما كانوا بمقر إقامتهم بمكة المكرمة والمدينة المنورة. احنا كان الخطة الأولانية إن احنا هنبتدي ب 16 عيادة، بعد ما نزلت اللجنة كل يوم بنتفقد الفنادق اللي المقيمين فيها الحجاج بنكتشف احتياج أكثر للعيادات، بكتشف إقبال أكثر. النهاردة حاليا عندنا 21 عيادة، كل عيادة شغالة فيها تخصصات مختلفة وعلى مدار ال 24 ساعة، وإن احنا في احتمال عيادتين أو ثلاثة تانيين يتم فتحهم بجانب التوعية المستمرة اللي بتتعمل للحجاج. والتوعية ديت الوقائية دي أنا شايف إنها من أهم الأزرع، لأنه ده بيساعد الحج إنه يقلل نسبة إن مرضه. احنا في إقبال شديد حاليا، احنا قربنا نوصل ل 2000 حالة واحنا لسه في البداية، قربنا نوصل 2000 حالة كشف. أغلب الحالات اللي موجودة حاجات ليها علاقة بالالتهابات الصدرية، حاجات ليها علاقة بالتهابات المفاصل نتيجة للمشي فترات طويلة. يعني عندنا مجموعة من حالات الأورام الحمد لله تحولت على المستشفيات،
راعينا وضعية يعني أهالينا مرضى الفشل الكلوي، والحمد لله في تنسيق كويس قوي مع الجهات السعودية في الكلام ده. النهاردة كان عندنا اجتماع في وزارة الصحة السعودية عشان التنسيق الكامل لتحويل الحالات، وبدور العبادة بمقر إقامتهم لتوفير الأجواء المناخية وسبل الراحة والأمان خلال أدائهم الفريضة. ان احنا مثلا بننبه عليهم ان هم ما يتعرضوش لاشعه الشمس المباشره من غير ما يكون معاهم شمسيه او كاب يحميهم قد ما يقدروا من اشعه الشمس، يشربوا سوائل كتير وميه علشان تعوضهم عن الفقد اللي بيحصل لهم نتيجه العرق من الحر. ممكن كمان بناكد قوي على موضوع مرضى السكر ان هم ما يمشوش حافيين اطلاقا من غير حاجه في رجلهم. كمان بناكد على موضوع الاكل ان هم ما يخزنوش الاكل بكميات كبيره، لان الثلاجات هنا مساحتها صغيره، عدد الناس في الاوض بتبقى الى حد كبير مش هتستوعب كل ده، فتخزين الاكل ما فيش ضروره ليه، لان هم بالفعل الاكل متواجد وبكميات كبيره. تخزين الاكل ده ممكن يودينا مشاكل ايه؟ ممكن يودينا ان هو لا قدر الله يعمل نزلات معويه. قبول واستحسان من قبل الحجاج المصريين لما قدم لهم من خدمات علاجيه على مدار الساعه. بشكي من تعب في مريق في المعده، وجيت هنا عشان اكشف ويدوني العلاج اللي يريح. قاموا معايا بالواجب وكشف عليا وعطاني العلاج اللي انا محتاجاه لمعدتي. ممتازه، جزاكم الله خير، كلكم ما شاء الله عليكم، البعثه الطبيه كلها زي الفل. مع تزايد أعداد ضيوف الرحمن من الحجاج المصريين على مكة المكرمة، تتزايد معها حالة الاستنفار القصوى من قبل أعضاء البعثة الطبية، فهم في تواصل ليل بالنهار لتوفير الأجواء الروحانية لتلك الرحلة المقدسة. من مكة المكرمة، محمد حلمي، التلفزيون المصري. شهدت قرية زيدان بمحافظة كفر الشيخ تنظيم قافلة طبية مجانية تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. يأتي هذا وقد تم تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بالمجان وتقديم الخدمات الضرورية للمواطنين الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا. تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي نظمت قافلة طبية مجانية في قرية زيدان التابعة لمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ بالتعاون مع مؤسسة راعي مصر. كله هنا شغال تمام، والدكاترة يعني قايمين بالواجب وكله مية مية تمام يعني الحمد لله، وكله حلو وتمام، وعلاج مجاني يعني ما بيأثروش مع حد في حاجة. واللي عايز نظارة بيعملوا له نظارة، واللي عايز يكشف ويتحول أي مكان بيحولوه. احنا مؤسسة راعي مصر للتنمية بنقدم خدمة طبية في التخصصات الأساسية زي البطنة، العظام، الجلدية، الرمد، الأطفال، ومعانا بعض الأدوية مجانا لخدمة أهالينا تمام، ومعانا نظارات طبية. شهدت القافلة إقبالاً كبيراً من أهالي القرية، حيث توافد ما يقارب من 450 حالة لإجراء الكشوف الطبية، وتم تلقي الخدمة الطبية المجانية في 6 تخصصات مختلفة بالإضافة إلى فحوصات السونار، وقد تم توفير العلاج المجاني للمرضى، كما تم تحويل عدد من الحالات التي تستدعي ذلك للمستشفيات المتخصصة. أنا كشفت على عيني كشف بمنتهى الدقة بضمير، يعني الحمد لله دكتورة عندها ضمير والله، كشفت عليا مرتين على عيني، حطيت قطرة ورجعت كشفت وكشفت على ظهري عظام وادوني العلاج لده ولده. قايمين بالكشوفات، والكشوفات العيون وكشوفات العظام والبطنة والجلدية، وجميع الكشوفات موجودة، والدكاترة كتير هنا موجودين وأمين بالمهمة جامل يعني. القافلة لاقت تجاوبا إيجابيا واستحسانا من الأهالي الذين طالبوا بتكرار مثل هذه المبادرات الإنسانية، وهو ما يبرز أهمية التعاون بين المؤسسات والتحالفات الوطنية. مؤسسة راعي مصر إحدى مؤسسات التحالف الوطني، بننظم قوافل في محافظة كفر الشيخ، بنوصل للقرى الأكثر احتياجا. لما نيجي نتكلم عن القرى الأكثر احتياجا فنتكلم عن أهمية القوافل الطبية. أهمية القوافل الطبية بالنسبة للفئات المستهدفة دي هي بالنسبة لهم شريان الحياة. احنا بننزل أماكن أغلبيتها يعني وزارة الصحة مش بتغطي فيها كويس، أو أغلبية الوحدات يعني متطرفة شوية والقرى البعيدة. فاحنا بمؤسسة راعي مصر كتحالف وطني بتشتغل في 21 محافظة ب 30 موبايل كلينيك ب 60 فريق عمل بتخدم أكثر الفئات احتياجا في هذه القرى. بهذا تتجلى روح التضامن والتكافل في المجتمع، وتستمر الجهود الإنسانية في تقديم الخدمات الضرورية للمواطنين الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً بقيادة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وتنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
والآن وقفة اقتصادية من نشرة التاسعة. أخبار المال والأعمال مع محمد عبد الله. إليك محمد. شكرا هبة، شكرا أميرة. إلى أخبار الاقتصاد محليا وعربيا وعالميا. أهلا بكم. استقبل البنك المركزي وفدا من نظيره الكيني يضم فريقا فنيا متخصصا للتعرف على التجربة المصرية الرائدة في إنشاء وتشغيل شبكة المدفوعات اللحظية وتطبيق أنستباي. وطلع الوفد الكيني خلال زيارته للبنك المركزي المصري مؤخرا على الجوانب الفنية والتشغيلية لمنظومة المدفوعات اللحظية المصرية وكافة الأنشطة والخدمات التي يقدمها البنك المركزي المصري، خاصة فيما يتعلق بتطبيق أنستباي وعمليات التحويل اللحظي من خلال المنظومة والآليات والتقنيات المستخدمة فيها، بما يساهم في تعزيز القدرات التقنية للجانب الكيني في هذا الشأن. أعلنت وزارة الزراعة أن إجمالي الصادرات الزراعية تجاوزت 4.5 مليون طن من المنتجات الزراعية منذ بداية العام وحتى الآن، بزيادة من قدرها 400 ألف طن عن العام الماضي بقيمة تبلغ حوالي 2.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 0.5 مليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضي أيضاً. أضافت الوزارة أن صادرات مصر الزراعية شهدت طفرة كبيرة غير مسبوقة نتيجة المشروعات الزراعية العملاقة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي ساهمت في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، بالإضافة إلى فائض في التصدير الذي يدعم الاقتصاد الوطني بالنقد الأجنبي. أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن إعادة تشغيل وضخ لإمدادات الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة تدريجياً اعتباراً من اليوم الخميس، مثلما تم الإعلان عن ذلك أمس. يأتي ذلك عقب انتهاء الخفض المؤقت للإمدادات من أجل الحفاظ على كفاءة التشغيل للشبكة القومية للغازات الطبيعية. في أسواق البترول العالمية، استمر النفط في تحقيق مكاسب وسط توقعات متزايدة بأن البنك المركزي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة في سبتمبر، لكن ما حد من المكاسب هو ارتفاع المخزونات الأمريكية وخطة أوبك بلس لزيادة الإمدادات. وصعدت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة 47% لتصل إلى 78 دولاراً و78 سنتاً للبرميل. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 50% ليصل إلى 74 دولاراً و44 سنتاً للبرميل. وكذلك ارتفعت أسعار المازوت عالمياً بنسبة 81% لتبلغ دولارين و32 سنتاً للتر. وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2.85% لتبلغ 3 دولارات و48 سنتاً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن الاتفاق الحالي لتحالف أوبك بلس لمنتج النفط يساعد على تحقيق التوازن بين العرض والطلب ويحقق حالة من اليقين في أسواق الطاقة. وأضاف نوفاك أن المجموعة قد تعدل الاتفاق الحالي لدعم السوق إن لزم الأمر. واتفقت المجموعة على تمديد معظم تخفيضات إنتاج النفط حتى عام 2025، لكنها تركت مجالاً لإلغاء خفض طوعي من 8 أعضاء تدريجياً اعتباراً من أكتوبر المقبل. ونفذ تحالف أوبك بلس الذي يضم أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وحلفاء من بينهم روسيا، نفذ سلسلة من تخفيضات الإنتاج منذ أواخر 2022. قرر البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى في 5 سنوات، وخفض المركزي الأوروبي الفائدة القياسية على الودائع 25 نقطة أساس إلى 3.75% ليضم بذلك إلى البنوك المركزية في كل من انضم إلى كل من كندا والسويد وسويسرا، التي بدأت التخلي عن سياسة أسعار الفائدة المرتفعة التي اضطرت لتبنيها للسيطرة على التضخم بعد الجائحة.
نهاية أخبار الاقتصاد. من جديد أعود إلى أميرة وهبة. شكرا لك محمد. شهدت جزيرة هالمهارة في شرق إندونيسيا ثوران لبركان جبل إيبو مرتين خلال يوم واحد، مشعلة ألسنة اللهب ومرتفعات من الرماد إلى السماء. وأكدت السلطات المحلية أن الوضع لا يزال حرجا، حيث أبقى المركز المتخصص تحذيره من ارتفاع مستوى البركان عند المستوى الرابع أو الأعلى. جبل إيبو، هذا العملاق النائم أبى أن يظل خامدا، فقد أعلن مركز علم البراكين والتخفيف من آثار الكوارث الجيولوجية بإندونيسيا عن انتفاضته مجددا لمرتين على التوالي. الجزيرة الخضراء هالماهيرا التي تقع بشرق إندونيسيا كانت المسرح الذي اختاره البركان لإظهار قوته، حيث راح يرسل الحمم والصخور إلى السماء كزخات من اللهب، فيما انطلقت ثورته الأولى عند الساعة 1:30 صباح الخميس، متبوعة بثورته الثانية في تمام الساعة 7:46 صباحا، أي لمدة دقيقتين فقط، حيث ارتفعت أعمدة الرماد إلى ارتفاع يصل إلى 1200 متر. مسؤولة المركز أكدت أن الوضع لا يزال حرجا، حيث أبقى المركز تحذيره عند المستوى الرابع أو الأعلى، مع فرض حظر على أي أنشطة في محيط يمتد لسبعة كيلومترات من فوهة البركان. في إندونيسيا يوجد ما يقرب من 127 بركانا خامدا، ولكن بركان إيبو يبقى في الذاكرة بثورانه المتكرر، معبرا عن قوة الطبيعة وضرورة استعداد الإنسان لمواجهتها. والآن مع أخبار الرياضة. عودة مرة أخرى إليك محمد. شكرا أميرة وشكرا هبة. إلى أخبار الكرة والملاعب. أخبار الرياضة. يستضيف منتخب مصر الأول لكرة القدم منتخب بوركينا فاسو في 10:00 مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي، وتأتي المباراة في إطار الجولة الثالثة للمجموعة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. وسط حالة من التفاؤل التي تسود لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم، أنهى المنتخب بقيادة كابتن حسام حسن استعداداته لمواجهة منتخب بوركينا فاسو المقرر لها 10:00 مساء الخميس على استاد القاهرة الدولي. الحالة البدنية والفنية بالنسبة في الوقت اللي احنا اشتغلنا فيه، التجمع اللي احنا جمعنا فيه تجمع عام 28 ثم بدأنا التمرين 29، وكان آخر لاعب جه كان محمد صلاح، فالحمد لله الأمور ماشية بشكل أنا راضي عنه جدا. الميران الأخير لفريق الفراعنة كان يتسم بالجدية والتركيز لحصد النقاط الثلاث ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026. كابتن حسام كولومبي حفظنا على طريقة لعبه واللعبة كلها دلوقتي، أعتقد إن شاء الله إن إحنا جاهزين بكرة كلنا إن شاء الله إن إحنا نفرح الشعب المصري كله إن شاء الله. كان منتخب مصر قد خاض ضد بوركينا فاسو 7 مباريات لم يتلقى فيها أي هزيمة، حيث حقق الفوز في 5 لقاءات وتعادل في مبارتين، ما يعزز فرص المنتخب في الفوز لإسعاد الملايين من عشاق الساحرة المستديرة. أحمد الحسيني، التلفزيون المصري. اكتفى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز بخوض اللاعبين تدريبات خاصة في صالة الجيمنيزيوم بمقر النادي، استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز. يأتي قرار الجهاز الفني بخوض اللاعبين لتدريبات تأهيلية وبدنية في صالة الجيمنيزيوم استعدادا لخوض مباراة البنك الأهلي الودية المقرر لها مساء غدا الجمعة باستاد بوتروسبورت في إطار الاستعداد لمواجهة سيراميكا المقبلة. وافق 19 نادي برابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم على مواصلة تطبيق التقنية حكم الفيديو المساعد الموسم المقبل الفار، ودعا وولفرهامبتون إلى إلغاء التقنية الشهر الماضي، وهو الوحيد الذي صوت ضد مواصلة العمل بها. وأقرت رابطة الدوري الإنجليزي والأندية ورابطة الحكام بأن هناك العديد من الإصلاحات التي يتعين إجراؤها لمصلحة اللعبة والجماهير، ومن المقرر أن يتم العمل بتقنية التسلل شبه الآلي في الخريف، والتي ذكرت مصادر رافعة المستوى أنها ستقلل من وقت التأكد من التسلل فيما سيتم الإعلان داخل الملعب عن القرارات التي سيتم إلغاؤها أو تغييرها عقب تدخل تقنية الفار.
نهض أخبار رياضة من جديد، عودة لهبة وأميرة. أشكرك محمد. أصيب عدد من الأشخاص جراء اجتياح الأعاصير مناطق ماريلاند وميشيغان في الولايات المتحدة. هذا وقد توجهت فرق الطوارئ لإنقاذ عدد من الأشخاص العالقين داخل مباني منهارة، فيما طلبت خدمة الطقس الوطنية السكان بالتزام الحجر الصحي. وعن أحوال الطقس من نشرة التاسعة، محمد عبد الله في وقفة ثالثة وأخيرة. إليك محمد. شكرا أميرة وشكرا هبة. إلى أخبار الطقس وأبرز درجات الحرارة المتوقعة غدا إن شاء الله. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، بينما يسود ليلا طقس مائل للحرارة على أغلب الأحيان الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية العظمى والصغرى، والبداية من القاهرة 41-27، الإسكندرية 31-22، مطروح 30-21، بورسعيد 35-24، والإسماعيلية 42-23، إلى السويس 41-24، العريش 36-23، طابة 38-24، شرم الشيخ 42-31، والغردقة 41-29، إلى الأقصر 47-30، وأسوان 47-31، الوادي الجديد 46-29، شلاتين 38-27، وحلايب 37-28. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. ولن نترككم مع اللقطات الأبرز لهذا اليوم.
النشرة، ولم يتبقى لنا سوى تذكرة بأبرز ما جاء فيها من أخبار. مصر تواصل اتصالاتها المكثفة لاستئناف مفاوضة الهدنة في غزة، وحماس تعلن تقديم ردها خلال الأيام القادمة. رئيس الوزراء الفلسطيني يحذر من عواقب العدوان على غزة على أمن وسلام المنطقة، ويرحب بالجهود الدولية الداعمة للقضية الفلسطينية. استشهاد عشرات الفلسطينيين في مجزرة جديدة لقوات الاحتلال بمدرسة للأنروا بمخيم النصيرات، وبوريل يدعو لتحقيق مستقل في الهجوم. انتهت نشرة التاسعة، ولكن التاسعة مستمرة مع حضرتكم ومع شفكي المنيري. مساء الخير يا شفكي. مساء الخير يا هبة. مساء الخير يا أميرة. عايزة أقول لكم الجون الأول لمصر، والشوكو حلو واللون الأحمر. سخونة المباراة ابتدت على طول بالمنتخب المصري. ده اللي عرفته كده من زملائنا، فإن شاء الله هنبدأ بداية حلوة كده. دي أخبار حلوة. أكيد أخبار حلوة تفضل يا رب حلوة. نفسي النهاردة الناس تنام مبسوطة، يبقى الحر الشديد ده هيخف جدا دلوقتي يعني. يعني إن شاء الله يكون يوم مميز في تاريخ مصر أو التاريخ الكروي تحديدا لمصر، وأكيد هنتابع مع المشاهدين حلقة أكيد. التاسعة. بس شفتوا قلت لكم خبر، دايما انتوا تقولوا اخبار. لا ده في حراره مباراه ومنافسه قويه، واضح ان هي بدات زي حراره الجو. اكيد ان شاء الله حلقه موفقه ونسمع اخبار حلوه ان شاء الله يا هبه. ان شاء الله يا اميره. اتمنى لكم كل التوفيق والشكو زي القمر دايما. مشاهدينا الكرام نبدا الان التاسعه، تفضلوا.